وللمزيد من النقاش حول تداعي القطاع الصحي في العراق في ظل تفشي فيروس كورونا، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية السيد فايز الشاووش. مرحبا بك معنا. حياك الله ومرحبا. أولا نبدأ مما قالته صحيفة ذا ناشونال الأمريكية من أن فيروس كورونا لم يصب عائلات بأكملها فحسب، بل تسبب أيضا في قطع مصادر رزق تلك العائلات. كيف ترى تعاطي الحكومة مع الوباء بعد مرور ما يقارب 5 شهور عليه؟ يعني بكل تأكيد منذ زمن الحكومة السابقة، حكومة قائد عبد المهدي، وأول يوم هذا الوباء لم تقوم هذه الحكومة بأي عملية لتهيئة الأجواء للسيطرة أو لعدم انتشار هذا الوباء بصورة كثيرة، بالإضافة إلى أنه هناك شعب جائع وشعب جوعان بسبب الفساد والإهمال الإداري وسرقات أموال الشعب طيلة 17 عام، وبالتالي أصبح الشعب بين أمرين، أو المجاعة أو الجلوس في البيت للتقليل من الإصابات، وبالتالي هذا الشعب لن يتمكن من السيطرة أو السيطرة الكاملة أو التحفظ الكامل في بيئتهم بسبب مجاعة العوائل وعدم وجود أي مورد لهذه العوائل، وبالتالي هذه الحكومة أو قبلها لن تتمكن من السيطرة، بالإضافة إلى الاعتداء المتكرر من الأجهزة الأمنية على الأطباء وعلى كوادر الصحة المنتشرين في جميع المحافظات الذين هم اصبحوا في الخط الامامي لهذا الوباء للتصدي لهذا الوباء. طيب من ناحيه اخرى شيخ فايز، ماذا يعني ان ينتظر المرضى بالساعات من اجل الحصول على انابيب الاكسجين بعد توقف المنظومه المركزيه في المستشفى؟ يعني نحن قلنا لو هناك اهتمام من الحكومه او من وزاره الصحه منذ زمن حكومة عادل عبد المهدي ولحد الآن، لكان الأولى أن وفروا الغاز، أي غاز التنفس الطبيعي للمرضى، وقاموا بتوفير الأسرة والمستشفيات النظيفة. ونلاحظ دائما من خلال الإعلام بأن هناك مستشفيات يعني مليئة بالأوساخ والقذارة، وبالتالي هذه لا تعتبر اهتمام بالمرضى، بل انما اصبحت هي نفس المستشفيات موضوعه بهذه الامراض. نعم. وعاد الله هذا الشعب من هذا الوباء في ظل حكومه خانعه وحكومه لم تهتم فقط الا بسرقه اموال الشعب والفساد وانتشار في ظل انتشار الميليشيات المسلحه والسيطره على قسم من دوائر الصحيه، وبالتالي لم تتمكن هذه الحكومة من السيطرة على هذا الوضع المنتشر في العراق. طيب إذا كان هذا الوضع بهذا السوء في بغداد، فماذا سيكون الحال في المحافظات التي تعاني بالأساس من شح في الخدمات كالمياه وغيرها؟ يعني هو الآن هي مركز القرار بغداد، هي المهددة وهي التي مليئة بالإصابات أكثر من المحافظات البقية، وأنتم تلاحظون أو تشاهدون يوميا عدد الإصابات في أحياء بغداد، فمن لا يهتم، والحكومة هي في بغداد جالسة في منطقة الخضاء، فمن لم يسيطر على المحافظة التي يسكن فيها فكيف يسيطر على أو يوفر الأدوات التي تعالج المرضى من هذا الوباء؟ أكيد يعني يبقى وضع المحافظات البقية هي أسوأ في المرحلة القادمة، وأعتقد لا فائدة من هذه الحكومة أو الحكومة التي سبقتها بمعالجة هذه الملفات من الوباء الصحي ومن الفقر من قبل الشعب، وعلى الحكومة أن توفر مزيد من المعيشة لأبناء هذا الشعب لكي يلتزم كذلك ولم تبقى له حجة بسبب الجوع أو غيرها. أشكرك المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ العشائر عشائر الثورة العراقية السيد فايز الشاووش، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.